بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله طلبتنا الأفاضل الأعزاء وأسعد أوقاتكم. نتواصل معكم في تقديم محاضرات الفسلجة الطبية. وصلنا إلى اليونت 1 General Physiology Lecture 9 Stem Cells، مقدمة من قبل الدكتورة الاختصاص ميسم محمد حسين كعبي. Stem cells الخلايا الجذعية. Stem cells are the primary cells capable of reforming themselves through mitotic division and differentiating into specialized cells. إذن هي عبارة عن خلايا، الخلايا الجذعية هي خلايا أولية لها القابلية والقدرة على إصلاح وتكوين نفسها من خلال الانقسام المتساوي نسميه mitotic division، وتتميز إلى خلايا متخصصة. These cells serve as repair system of the body. إذن هي تعمل كجهاز إصلاحي للجسم. And are present in all multicellular organisms، وموجودة في كل الكائنات متعددة الخلايا. Types of stem cells. Stem cells are of two types: embryonic stem cells derived from embryo، الخلايا الجذعية الجنينية، وadult stem cells derived from adults، والخلايا الجذعية البالغة. Embryonic stem cells. Embryonic stem cells are derived from the inner cell mass of a blastocyst, which is an early stage of embryo. إذا منين جاي الخلايا الجذعية الجنينية؟ جاي أصلها من نسميها احنا كتلة الخلية الداخلية الموجودة، ما يسمى بالبلاستوسيست. هذه طبعا هي مرحلة من مراحل تكون الجنين بعد عملية الإخصاب، بالمراحل الابتداء بالمراحل الأولية من الجنين، تكون الجنين. احنا عندنا هذا السبرم وعندنا الايج، يتحدون ينطينا عملية الفيرتلايزيشن الإخصاب، ينطينا ما يسمى بالجنين البيضة المخصبة فيرتلايزد ايج. ورا الديفلوبمنت طبعا خلال اسبوع، زين الديفلوبمنت راح تنطينا ما نسميها احنا بالبلاستوسيست، مكونه من ما نسميها السيلز اللي تكون البلاسنتا بعد الامبلانتيشن، والسيلز اللي تكون الامبريو اللي هي نسميها احنا امبريونيك ستيم سيلز. فهذه هي الامبريونيك ستيم سيلز، الخلايا الجذعيه الجنينيه. طبعا يقول it takes about 4 to 5 days، تأخذ 4 إلى 5 أيام بعد الإخصاب، عملية الإخصاب after fertilization to reach the blastocyst stage. And it has about 30 to 50 cells، 30 إلى 50 خلية. Embryonic stem cells have two important qualities: self-renewal capacity، إذن لها القابلية على تجديد نفسها، pluripotent nature، ولها طبيعة تحفيزية. That's to say, these cells are capable of differentiating into all types of cells in ectodermal, endodermal, and mesodermal layers. فإذن هذه الخلايا لها القابلية على التمايز إلى أنواع الخلايا الأخرى اللي هي الأديم الظاهر والأديم الباطن والأديم المتوسط. Because of these two qualities، بسبب هذه الصفتين، the embryonic stem cells can be used therapeutically for regeneration or replacement of diseased or destroyed tissue. بسبب هذه الخاصيتين تستطيع هذه الخلايا الجذعية الجنينية تستخدم علاجيا لتوليد أو تبديل النسيج المريض والمحطم. In fact, embryonic pluripotent stem cells are now cultured and lot of research is going on to explore the possibility of using these cells and curing the disorders. إذن هي بدأت تزرع يعني وبحوث كثيرة في هذا الصدد وضح أن إمكانية هذه الخلايا على تستخدم لشفاء العديد من الأمراض، مثل الأمراض السكري diabetes mellitus، by شنو؟ by cell replacement technique، من خلال تقنية استبدال الخلية. However, ethical issues من ناحية القضية الأخلاقية arise because راح تتولد قضية أخلاقية، لأنه الإمبريو has to be destroyed to collect
the stem cells من داخل هاي الخلية الجذعية من الجنين راح إنه يتعرض إلى الجنين راح يتعرض إلى إنه يعني يتدمر أو يتحطم الجنين. لذلك أكو هناك طريق آخر للستيم سيلز. Stem cells from umbilical cord blood. Stem cells in umbilical cord blood are collected from the placenta or umbilical cord. إذا هذا نوع الخلايا الجذعية هذه تستخرج أما من المشيمة أو من الحبل السري. Use of these stem cells for research and therapeutic purposes doesn't create any ethical issue. هاي الطريقة استخدام هذه النوع من الخلايا الجذعية للأغراض العلاجية يقول لا تشكل أي تجاوز أخلاقي because it doesn't endanger the life of the fetus or a newborn. ليش؟ لأنه ما تتسبب في أو تشكل خطر على الجنين الموجود. Because of the vitality and easy availability يقول بسبب حيويتها وسهولة توفرها the umbilical cord blood stem cells are becoming a potent resource تعتبر مصدر قوي مورد قوي for transplant therapies إلى علاج زرع الأعضاء. زين فهذا عندنا احنا هسه stem cells found in the cord tissue هذا هنا الكورد لايننج epithelial cord lining stem cells هاي هنا نوع من هذا الموجودة خلايا جذعية هنا موجودة عندنا هذا two arteries وهذا umbilical vein. بعد هنا عندنا شنو عندنا هنا ما يسمى الهيموبويتيك ستيم سيلز هيماتوبويتيك ستيم سيلز ميزينكايمال ستيم سيلز فيري سمول امبريونيك لايك ستيم سيلز هنا اندوثيليوم هذا طبقه الاندوثيليوم زين هاي هنا ميزينكايمال ستيم سيلز امبلايكال كورد ماتريكس هذه المنطقه ايضا ففد مورد جدا غني وقوي من ناحيه انه ستيم سيلز بالامبلايكال كورد بلاد. Nowadays, these stem cells are used to treat about 70 diseases and are used in many transplants worldwide. لذلك الآن يقولها أكثر من 70 مريض مرض العفو أكثر من 70 مرض تستخدم هذه الخلايا الجذعية في علاجها وفي الزراعة في الزراعات في على مختلف مستويات العالم. Adult stem cells, embryonic stem cells do not disappear after birth. يقول بعد الولادة في الجنين بعد ولادة الطفل يعني رحم أمه هذه الخلايا الجنينية الجذعية يقول ما راح تختفي بعد الولادة but remain in the body as adult stem cells ولكن تبقى بالجسم إلى أن يصل مرحلة البلوغ and play a role in repair of damaged tissues وتقوم بعملية إصلاح الأنسجة المتضررة. However their number becomes less ولكن يقول عددها راح تصبح أقل. Adult stem cells are the undifferentiated multipotent. إذن هي undifferentiated غير متميزة multipotent متعددة القدرات progenitor cells خلايا سلفية found in growing children موجودة بالطفل النامي والبالغين. These are also known as somatic stem cells and are found everywhere in the body. نسميها بالسوماتيك ستيم سيل وموجودة بكل مكان في جسم الإنسان بالنسبة للأدلت ستيم سيل. These cells are capable of dividing and reforming dying cells. إذن هي قادرة على الانقسام وقادرة على الإصلاح الخلايا الميتة وregenerating the damaged tissues وتجديد الأنسجة المتضررة. So these stem cells can also be used for research and therapeutic purposes أيضا تستخدم لأغراض بحثية وعلاجية. Adult stem cells are collected from bone marrow تستخرج من نخاع العظم فهذه الأدلت stem cells هنا عندنا هاي الانتستين البلد المصل البرين الهارت السكين نعم. Types of stem cells are present in bone marrow. أنواع الموجودة بنخاع العظم هي الهيموبويتيك stem cells give rise to blood cells تعطينا خلايا الدم الحمراء أو خلايا الدم اللي تشمل الحمراء والبيضاء وbone marrow stromal cells which can differentiate into cardiac and skeletal muscle cells. زين النوع الثاني ممكن تعطينا إلى تتميز إلى خلايا القلب العضلية و
الخلايا العضلية الهيكلية والقلبية كمثال. أنا هساعدنا هنا البلد ستيم سيل، هاي تعطينا مايلود ستيم سيل وتعطينا لمفويد ستيم سيل. زين اللمفويد ستيم سيل راح تعطينا لمفوبلاست، وهي من أنواع كرات الدم البيض. وأيضا المايلود ستيم سيل راح تعطينا ريد بلاد سيل الخلية الحمراء، وتعطينا الصفيحات الدموية، وتعطينا المايلو بلاست اللي هي أيضا نوع من أنواع الخلايا الدم البيضاء، كريات الدم البيضاء. البون مورو هنا عندنا هذا هما توبويتيك ستيم سيلز. زين طبعا هنا في التقريب ذاك الرسم أيضا تعطينا لمفويد بروجينيتر سيل اللي هي تي سيل والبي سيل، وتعطينا المايلود بروجينيتر سيلز اللي هي البليتلت والإيزينوفيل البيزوفيل نيوتروفيل مونوسايت والإرثروسايت. هنا عندنا البون مورو سترومال سيلز النوع الثاني قلنا، واحنا قلنا تعطينا بلاد سيل شرحنا، وهاي تعطينا السترومال سيلز اللي هاي هنا عندنا سيل كارديك مصل سكليتال مصل نيرف اند جليا بون اند كارتليج اديبوسايت انسولين برودوسينج سيلز وأروى إبثيليال سيلز. ادفانتجز اوف ستيم سيلز، زين ايجابيات الخلايا الجذعيه شنو فوائدها وايجابياتها؟ Adult stem cells from bone marrow are used in bone marrow transplants. إذا تستخدم في زرع نخاع العظم الخلايا الجذعية الموجودة اللي هي النوع البالغة to treat leukemia تعالج علاج سرطان الدم and other blood disorders in the last 30 years بالسنوات الثلاثين اللي عن 30 سنة الأخيرة. Recently it is known that these stem cells can develop into nerve cells. ممكن هذه الخلايا الجذعية ممكن تنمو إلى خلية عصبية، إلى خلية الكبد أو السكليت المصل الخلية العضلية كذلك الهيكلية أو الخلية العضلية القلبية. Recent discoveries also reveal that the stem cells are present in several tissues which include blood أيضا موجودة بالدم والأوعية الدموية blood vessels سكليت المصل liver skin and brain. It is also found these cells are capable of. It's also found that these cells are capable of differentiating into multiple cell types. وذلك أيضا لها القابلية على أنه تتميز إلى خلايا أخرى أو أنواع من الخلايا الأخرى. So the cell-based therapy using stem cells may be possible to treat many diseases such as heart disease. لذلك راح تستخدم في يعني علاجات ببرنامج علاجي في يعالج أمراض القلب الديابيتس السكر باركنسون ديزيز الشلل الرعاش الزهايمر ديزيز والزهايمر فقدان الذاكرة spinal cord injury stroke and rheumatoid arthritis. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.